حياتي بات تقلب يا مني نفتح راجلي وخرج ونعس ليا في الركنه وما لقيت حتى واحد. ما نكذبش عليك ما لقيتش شي واحد. بخير ما نكذبش عليك، عايش حياتي بخير، اللي عندي 14 سنة وأنا مع هذا الراجل، يعني معيشني فوق راسو، فيه با فيه كل شيء، تيجيبها من فم السبع كيجي يقولو تيجيبها ليا، تصورت 150 درهم في النهار 180 درهم تيجيبها ليا، وكنت راه هنا وبخير وعلى خير، واحد النهار شدو غير وجع، ديتو هنايا الباب حمر عند الطبيب، تتصدمت بأن قال لي عندك فتيح. عندك قال لي شي حاجه خامجه، قال لي مقيح لي، قال لي المصران، قال لي راه ما يمكنش مرتي ما عندها حد وليداتي، قال لي انا قال لي اليوم الله سير. عطاني براك ركبت في الطاكسي خليت ولادي انايا ومشيت. تنتصدم بالسكانير ب 20 بنجي لي جوج تحاليل تديريهم تيعاود يقول لك ديري الاخرين. يعني مشيت انا عند مولات الدار قلت ليها هالك راه خليه نكمل عامي والرهن خرجيه لي يعطي لي. قلت لها الرهن غنتنازل لك الكونطرا دار لغيوها وعطاني انايا. قلت لها الله يرحم ليك الوالدين الفلوس بغيت نمشي نفتح راجلي حيت راجلي هو الاول انا ما عنديش لي مشكل. حياتي بات تقلب يا مني نفتح راجلي وخرج ونعس ليا في الركنه وما لقيت حتى واحد. ما نكذبش عليك ما لقيتش شي واحد. البات اللي بايز ليا الهم تحت التراب، يعني تتشوفي نصف حوايجي خرجتو بعتو في السوق تمايا، نص النص الاخر جيت بعتو هنايا. يعني ما بقاش عندي ما ناكل انا ولادي، شكون اللي بيخدم عليك؟ شكون اللي بيعطيك ما تاكلي؟ بحكم انا مريضه ما كاينش كي نجي نخرج نخدم، يعني شكون اللي بيعطيك ما تاكلي؟ وقليل اللي تتلقي في قلبه الرحمه. تعاونوا معايا الناس تجيبوا لي ما نصير وما ناكل، ولكن قليل اللي تتلقاي اسميتو. جيت سكنت هنايا وانا فاش سكنت هنا عند مول الدار قلت لها ودي راه تعرفني انا اللي في الكونطرا هذا، راجلي راه فاتح. عطيتو دوك 40 بديت شويه دقه تنجيب من هنا ومن هنا. صافي واحد الشهر تجمع عليا الكرا ما خلصتوش ليه، مشى دعاني بقى تيتجمع داك الكرا تيتجمع. يعني ما باقيش سكرت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما باقيش سكرت انايا ولا خلص عليا. مسكين عمر ليهم شيك قال لي انا ندفعو نهار الجمعه للمحكمه، ولكن ها هو هاد السيد دابا تعاون معايا وسميتو، ولكن ما عنديش انا فين نخرج ولادي، ما عنديش فين نديهم، ما كاينش فين، ما عندي لا والدين عند من نديهم، لا خوت لا عائله حتى واحد ما عندي. عندي داك ولد الناس مسكين راه مريض ما سوقرش ليا، اكان ديرني فوق راسو معيشني كي الاميره. ما نكذبش عليك وباقي كلشي نوريه لك، عندي بالدليل في التصاور معيشني كي الاميره. بعت ثلاجتي فم الدار حيت ما كاينش فين نديرها، بعت ثلاجتي فم الدار والسيد اش راه عندي هو فم الدار. مونينيكس تاعتي دابا تنبغي نطحني لبنتي الصبا، ما تلقى حتى فاش نطحن الصبا. ما نكذبش عليك شاريها ب 7000 بايعها ب 3000 حيت ما لقيتش ما نصير. ثلاجتي بعتها فم الدار ما لقيتش فين نحطها. ما نكذبش عليك ما كاينتي الصابون دابا تندير سطل طالبانيومات ما عنديش، تندير سطل وتنصبن فيه الحوايج. ما عنديش راجلي مقطوع من الشجره، راجلي ما عنده حد، عنده غير امو، راجلي ما عارفش عائلته اصلا، ما عندوش مسكين، ما عندوش عائلته، ما كايناش، ما معترفينش بينا حنا كاع العائلات. ما نكذبش عليك نهار تزوجت انا وهاد ولد الناس، ما نكذبش عليك شدينا في بعض زياتنا، راه 12 سنه تزواج وحنا شادين في بعض زياتنا، ما عمرو فرط فيا وانا ما عمري نفرط فيه وعمري عليه خساره. ما نكذبش عليك كل ولا خصاتو نعطيها ليه، ما نكذبش عليك تنبغيه وتنموت عليه. ما نكذبش عليك عرفتي علاش؟ حيت هزني فوق راسو منين عندي 14 سنه، هو اللي مكبرني. عندي 14 سنه باقي تنقرا في السبع وتجوج بيا، عندي 14 سنه وانا مجوجه بيه ودرت معاه الوليدات ثمرات الحب ديالنا وشدينا في بعضياتنا. هو ما عنده عائلاش، ما معترفيتش بينا حنا عائلاتنا، كل تيقول اراسي اراسي. ما نكذبش عليك عنده امو وانا عندي امي فقط. باش تقول لي هاد الزمان هادي كاينه شي عائله ولا كاين شي حد اللي يتعاون معاك؟ ما كاينش. باش تشوفوا بنتكم انتم غاديين للحبس على ود الكرا وما ديروش شي مجهود الا ورا ما كايناش العائله؟ ما نكذبش عليك مسكين اش بغا يقول؟ ما عنده ما يقول، اش بغا يقول؟ مشى مسكين هو بغا يطبر البنيه على الحليب كاع ما فراسو، ما فراسوش
ما فراسوش صونيت لذاك السيد عند من هو محرك، قلت لي عتقني انايا، قلت لي راه كاينه هنا، قلت لي تنموت ودويا، قلت لي ما شرباش، قلت لي تنموت هنايا. تصور ولادي مساكن منك لهم البارح باش يقابلوا اختهم، باش تقول لي عندي العائله، انا العائله ما معترفاش بها وما عنديش، انا ما عنديش العائله، انا عندي داك الراجل فقط هو اللي عندي، وعمري عليه خساره، عمري عليه خساره ما نكذبش عليك، حين ضرب عليا تماره وضرب عليا الكرفي وتيخرج وتيسد عليا الشراجم ويخرج يضرب عليا تماره، توفر ليا توفر ليا، تصور سقاته كان تيجيبها لولادو ويجيبها ليا، يعني ديرني بنته، تيقول لي انت بنتي ماشي مرتي، تيقول لي بنتي وكل شي فيك، يعني راه هزني فوق الراس ما نكذبش عليك، ولكن مسكينه ما سوقرش، يعني بنادم اللي تقطع عليه النص في ذاته، نص في المصران، يعني اش المصران ما تيتزاد على 3 سنين ورا حتى عامه كامل باش فاتح، حتى عامه كامل باش فاتح وخرج مسكين تيضرب تماره. تصور انا ثلاجه بعدها فم الدار وشريت خروفه ب 17000 ريال في العيد الكبير، تعاونوا معايا الناس وشريتها وما لقيتش فين نحطها وخنازت ليا، ما كليتش انايا ما كليتوش، ومع ذلك قلت الحمد لله والشكر لله وتنحمد الله وتنشكره. لا ما عرفتي علاش، حيت عندي يقين في الله بان سيدي ربي راه عادي يفرج علي، سيدي ربي عادي يفرج علي، ما عرفت الله اش مخبي لي انا من هنا للصباح. يسر لي الله البارحه التصافي سينيت انني ندخل الحبس، يسر لي الله واحد السيد ما نقولكش ما فراسو ما يتعاود، جا شاف فيه الدوسي عطاني شيك فيه 84000 ريال، قال لهم هذا نعطيه انا في المحكمه على ود هاد السيده ما تدخلش للحبس، وتعاون معايا مسيكين 26 93 63 28 26 93 63 28. تنتمنى يمدوا ليا يد العون وبيت غير شي سند ولا شي خيط هي اللي نجبد، حيت ما نكذبش عليك جناحي تهرسوا وتهرسوا بزاف، وماشي على قبلي انا، على قبل ولادي، انا تهرسوا ليا جناحي من نهار مرض راجلي وناس في الركنه وخسر نص من داتو الا وجناحي تهرسوا، حيت كان هو الجناح اللي فهمتي هو السند اللي تنتكى عليه مسكين، ما نكذبش عليك. تنتمنى من الله يحن قلبكم وتعاونوا معايا، راه هزه في قلبي وهزه بزاف ما نكذبش عليكم.